الحجازي الدسوقي يقول يا بيبشركم سمع خبر حلو للمسلمين. تفضل مولانا. ولد فلسطيني اي نعم يعني اقل من 15 سنة ايوه يحفظ القرآن الكريم بالقراءات مدد مدد ويحفظ الاحاديث الصحاح والسنن والمسانيد ما شاء الله وبأرقامها مدونة في الكتب سبحان الله ويحفظ الأشعار المعلقات ويحفظ عدي 15 مولانا أختنا ندى السيد هاشم الرفاعي شاعر المعلقات ما الجاهلية ولا شنو قصة أيوة مالت مرور القيس وهذول أيوة مرور القيس ابن عمرو بن كلثوم وهذاك اللي تحاربوا 40 سنة كثير عزوا أيوة فهو يحضر كل هذه المحفوظات أكثر من 15 كتاب من الأمهات شنو اسمه؟ والله أنا يعني سمحت شوية دول يمكن أنت لو تدور غزاوي هو؟ نعرف هو فلسطيني قال أنا فلسطيني بالتلفزيون؟ لا في على التليفون سبحان الله اتصل فيك؟ لا ده هم العيال اللي جابوا لي أسماء يا رب إن الله يفتح عليه كمان وكمان أي والله وقلت يا ريت في المسلمين من دي عشرة لا هم الفلسطينيين شطار ولا ذكر احنا ايام الدراسة يقول كله غالبيننا حتى بالجامعة يقول ناكل زيت وزعتر هم المصريين ما شاء الله يعني ولد زينا كانوا حتى بنات بالجامعة احنا بعد الاختبار بنص ساعة يطلعون واحنا نقعد ولد زينا يسوي جامعة بأكمل جامعة يا رب قولوا ما شاء الله لا قوة إلا فلولا